الليزك بدون جفاف او الفودا ليزك. كلنا عملنا الليزك شفنا كويس، بس عانينا من مشكلة الجفاف بعد العملية، واضطرينا نحط قطرة مرطبة للعين لشهور طويلة بعد العملية. مع تقنية الفودا ليزك قدرنا نتخلص من الجفاف عن طريق وضع قطرة منشطة على القناة الدمعية مباشرة بعد عملية تصحيح الإبصار. الفودا ليزك تقنية منشورة في مجلة ألمانية عالمية متخصصة في طب وجراحة العيون، مجلة الأوفثالميك ثيرابي باسمي. الفودا ليزك تقنية بسيطة خالص، جلسة في ثواني بدون ألم بدون أي مضاعفات، وممكن إجراءها بعد أي عملية تصحيح إبصار سواء كانت ليزك أو فيمتو ليزك أو فيمتو سمايل أو سوبراكور. دكتور سامح فودة، أستاذ طب وجراحة العيون، دكتورة مصرية وزملاء بريطانية.